لسه جيراننا اتربوا معانا، لينا جيران اتربوا معانا، بينا وبينهم بس جنينه، بينا وبينهم ألفة وليرة، لقمه بملح وعشره طويله، لم الفرح ولمس الجذب ودمعه حزينه. جيراننا اللي بينا وبينهم جنينه، اسمحوا لي ان اقدم ورده جنينه ابداع الاستاذ الكبير ابراهيم دسوق. السلام عليكم. السلام عليكم. ألف مبروك أستاذ الأولاد ويعينا. طبعا أي حد هيقول أي شهادة فيها هي تبقى شهادة مبروك. تعالى هنا بس، لأن الكل بيحبك. هادم يا هادم يا أولاد. مش لازم يعني طبعا كنا احنا بنقول ربيب الشعر يدميه الخطاب وإن حاز الحرائر والنعام. أستاذ وزاد كل عارف قيمتها، فأنا هقول لها قصيدة على لسانها بأسلوب الفصل. بقول إني أنازع شعري حين أكتبه، كالموت إن جاء يزب الروح من جسدي، فكاتب الشعر يشقى في كتابته مثل الكفيف يسير الضرب في كبدي، أو عاشق غاب خل القلب مبتعدا فعاش أيامه يحتار في نكد، إني لأبتاع حرفي راديا بدم كي أنظم الشعر من فرح ومن كمدي، أسير ضرب قصيدي لا أرى عوجا والغير يمشي دروب الشعر في لهدي. تأتي القصيدة لي تبغي ملاطفتي، تشفي جروح الهوى بالماء والبرد، تهاب مني فلا تهوى محاربتي، كالشاء إن قربت تخشى من الأسد. إني الأميرة وكل يقتفي أثري، والكل صار غريقا يرتجي سندي. يا عم شكرا.